شهادة ميلاد جديدة لصلاح محسن مع النادي الأهلي وجمهوره بعد الهدف الرائع اللي أحرزه النهارده في شباك محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك. المباراة انتهت منذ قليل بتعادل الفريقين 1-1، سجل للأهلي صلاح محسن وتعادل للزمالك فرجاني ساسي بخطأ قاتل من حارس مرمى النادي الأهلي محمد الشناوي اللي كان يعتبر رجل المباراة في الشوط الأول وتألق بشكل كبير في كورة شيكابالا وبعد كده بن شرقي وبعد كده تاني بن شرقي، وفي الشوط الثاني كان مقدم مباراة طيبة لحد لقطة الهدف بتاع التعادل بتاع فرجاني ساسي. الكرة غريبة جدا، الكرة ما تخشش في حارس مرمى منتخب مصر ولا النادي الأهلي، ولكن أخطاء واردة ولكن كترت. خلينا نكون صراحة، الأخطاء في كرة القدم واردة ولكن كترت من محمد الشناوي. محمد الشناوي بقاله فترة بيركز كتير جدا في الاعتراض على الحكام، بيركز كتير جدا في حاجات ما تخصش الكورة، ولكن بدأ يفقد تركيزه في أوقات من المباريات، ودي ناقوس خطر بالنسبة للشناوي. لو فضل كده خطأ مع خطأ هيفقد الثقة في نفسه والنتيجة هتبقى صعبة ومستحيلة على جمهور النادي الأهلي والشناوي نفسه، لأن الشناوي يمتلك ثقة كبيرة جدا من جماهير النادي الأهلي، ولو فقد الثقة دي صعب إنها ترجع لك تاني. مباراة تكتيكية من المدربين، بتسوماني كان عايز التعادل، موسيماني ما كانش عايز يخسر. هتقول لي ليه؟ أقول لك علشان النتائج المباشرة بين الأهلي وبين الزمالك لو في آخر الدوري احتاجنا لمواجهات المباشرة بين الأهلي والزمالك، فكده المواجهات المباشرة لصالح النادي الأهلي. الأهلي فاز وتعادل، الأهلي لو كان فاز النهاردة كان بيتصدر، الأهلي كان هتبقى مكاسبه كتير لو كسب، ولكن التعادل ذات نفسه مش خسارة للنادي الأهلي، خسارة للزمالك لو جينا في آخر الموسم احتاجنا لتعادل النقط بين الفريقين في نهاية السباق على الدوري. المواجهات المباشرة هتحسم الدوري للأهلي ده لو احتاجنا المواجهات المباشرة في الآخر. زي ما قلت لكم موسيماني لعب على كده، موسيماني بيلعب على كورته المعتاده اللي هي تجميع اللعبه في نص الملعب والكوره الطويله، واستغلها صلاح محسن في الهدف الرائع النهارده، بيرقص الجون ثقه خدها من في نفسه ورقص وحط جون، ومحمود علاء ما عرفش كان بيعمل ايه والكوره دخلت هدف. هدف جميل لصلاح محسن. نمسك بقى في الحته دي، صلاح تلعب كويس لما تيجي لك فرصه وتجيب هدف اول ليك في القمه ضد نادي الزمالك، وهدف حلو مش هدف وحش مش هدف صدفة يعني، تمسك بقى في الفرصة دي وتمسك في يعني ايه لعيب الكرة هي فرصة وجات لك فانت امسك فيها. في الفترة دي احنا ما عندناش كفاءات في الاماكن دي، يعني اللعيب اللي على الخط الوينج بتاع الوينج رايت والوينج ليفت عندنا اداء سيء جدا من حسين الشحات، اداء برضو مش احسن حاجة من طاهر محمد طاهر. صلاح محسن بدأ المدرب يحطك في الحتة دي على حساب كهربا اللي هو اصلا حتته، يعني كهربا دلوقتي خارج حسابات لوتسو موسيماني وانت اللي بدات تاخد في الحته دي، والنهارده خدت وجبت هدف، فاحنا عايزينك تستمر على كده. ديانج النهارده من رجاله المباراه، فرجاني ساسي النهارده عمل مباراه كويسه جدا، كمان الشناوي عمل مباراه كويسه، قفشه بيتحرك الاهلي بيتحرك، قفشه بيقف الاهلي بيقف، ولكن بيلف كتير حوالين نفسه ودي مشكله. قفشه عايزينه يطور الكوره اللمسه الواحده اللي هي بتوصلك للجون، عايزينه تطوير في الحته دي وعلى المدرب انه يطوره في الحته دي ككنترول وكسيطرة على نص الملعب وكتهديد رتم اللعب وتسريع رتم اللعب، ده مظبوط جدا مع قفشه، لكن اللمسه اللي توصلك تجيب جون الكي باس زي ما بيقول هي دي الفارق لسه عند قفشه. لو ظبطت هيبقى لاعب عالمي ويستحق الاحتراف، انما هتفضل على كده هنبدأ نفكر في صانع العاب، لان انت بتميل اكتر للعب في مركز 8 مش صانع العاب، فلازم نركز اكتر. هو من رجاله الماتش ومن احسن لعيبه الماتش، لكن عايزين منه بقى الكي باس، ده هو ده اللي مطلوب من قفشه في الفتره اللي جايه. محمد شريف عمل شوط اول ولا اروع وشوط تاني برضه ولا اروع، ولولا تألق عواد في الكوره اللي صدها عواد بغرابه كان محمد شريف هيسجل تاني في نادي الزمالك. شيكابالا برضه كعادته كان هيسجل، ولكن الشناوي تألق خطأ غريب من الشناوي، ولكن التعادل مش وحش بالنسبه للاهلي، وحش بالنسبه لنادي الزمالك. الزمالك كان لازم يكسب علشان المواجهات المباشره بينه وبين الاهلي. على السريع اتكلمت عن القمة اللي كان فيها رجالة كتير زي ربيعة كان مقدم مباراة كويسة، بدر بانون، أيمن أشرف، اللي النهاردة زيزو عمل مباراة عمره النهاردة. زيزو النهاردة كان من أفضل لعيبة في الملعب صراحة، كان بيرقص وبيعدي وبيعمل كل حاجة في الكورة، لكن التوفيق زيزو يستعيد بعض من مستواه وعمل كورة كويسة النهاردة جدا في نادي الزمالك، لازم لما نشوف حاجة نقول عليها. النهاردة زيزو كان من أحسن لعيبة في الماتش، ودي من ضمن الحاجات اللي اكتسبها نادي الزمالك النهارده عوده زيزو المستوى. دي كانت حلقه سريعه عن مباراه الاهلي والزمالك في القمه، تعادل مثير صلاح محسن وفرجاني ساسي، ودي كانت
حلقة النهاردة. سلام.